صلينا مع سيدنا الله ينصره يزيد مداده ويقوي أمثاله والله يحفظه والله يحفظه ويجيه من شر الأذى الله يرحم الوالدة والحمد لله يا رب العالمين. صلاة ابن ابن سيدي مزيانة الله ينصره الله ينصره على من عاده. عاش الملك عاش الملك عاش الملك حيا الدولة العلوية. صلينا مع سيدنا الله ينصره. عاش الملك عاش الملك الله ينصره الله ينصره الله يعاونه الله يعاونه. كنصلي في حقه في المستوى أجواء رائعة الحمد لله على كل حال والله العظيم. كنفرحوا ماذا بينا يبقى أن يعني طيل شهر رمضان كله يبقى إن شاء الله هنا لأن الأجواء كتكون في حقه في مدينة فاس ممتازة لا من ناحية لا من ناحية الساكنة ولا من ناحية في حقه في المستوى والله العظيم. والإحساس الحمد لله إحساس في المستوى والله إحساس جميل الشيء اللي كاين وكنتمنى من الله يطيل الله في العمر ديالو والله ينصر سيدنا. طبعا يعني كانت هي مناسبة يعني مهمة ولسيما في هذا الآخر ديال آخر جمعة من شهر شعبان المبارك واللي كنتمنوا من الله للجميع الصحة والسلامة والعافية ومبروك رمضان مبروك على الشعب المغربي على سيدنا على الدول العربية بصفة عامة وكنتمنوا أيه وكنحيوا يعني المجهودات ديال صاحب الجلالة اللي عاشها هذه الأيام من المغرب وإفريقيا ودول أخرى يعني كانت واحد سنة مباركة واللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى باش يفتح على الشباب ديالكم يكون عندكم مستقبل كريم والله ينصر سيدنا ورسل جميع المسلمين ومبروك رمضان. طلال عام سيدي داس ممتازة وتنفرحوا بهذه النقطة هذه اللي دار سيدنا المبادرة الطيبة ومبادرة المدينة فاس عطات واحد الرؤية ممتازة للغاية والحمد لله طلع كل شيء ممتاز وتنشكروه وتنشكروا الشعب المغربي كله ككل وعاش الملك. صلينا مع سيدنا وكانت صلاة في المستوى ورمضان مبارك سعيد على الشعب المغربي الأمة الإسلامية أجمعين والحمد لله الزيارة الملكية جات في المستوى وفي هذا الشهر المبارك ديال شعبان والحمد لله أنت كتشوف الناس كلها فرحانة والشعور كل شيء مزيان والله ملك الحمد ورمضان مبارك سعيد والله يدخل علينا بالصحة والسلامة على الشعب الإسلامي أجمعين الحمد لله.